يسجلوا الهدف مقابل هدف في انتظار الجولة الثانية اللي يتمنونه. نشوفوا مزيد من الأهداف من جانب الفريقين معا، لا من حسني تكادير ومن نادي القنيطري. توفيق جروتن كان سباق للتشيل الحفاري لجلال الداودي، العرضية من جلال راسية جول هدف التعادل. وشوف العرضية من جلال الداودي والمتابعة من جانب بديع ووك اللي كيتمكن من تسجيل هدف التعادل. هدف التعادل من جانب ضغط للحسنية السعودية. سفيان طال العرضية من سفيان راسية جول في حدود الدقيقة 54 بهدف ثاني في هدف فريق الحسنية تكادير. الحسنية يعود إليكم من جديد، بهدف ثاني. وشوف شوف 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 كيف كل الامكانيات لتسجيل هدف ثالث. هدف ثالث كان هناك ركلة جزاء بالنسبة لفريق النادي القنيطري لم يتم الإعلان عليها من جانب حكم المقابلة، لكن اشترط الحكم قال بأنه ركلة جزاء لفريق ثاني. يعني جلال الداودي كان سجل في الموسم الماضي هدف على فريق النادي القنيطري جول. نتابعوا عملية ديال التنفيذ كيف ستكون من جانب من جانب سمير الزكرومي. سمير الزكرومي جول 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 جول. شوف الطريقة، من جانب سمير الزكرومي يسجل الهدف الثاني للنادي القنيطري.